هذاك انا عقروك كنخرج ثاني مغلب هذاك اللي عاير داك الفقير قال له 30 عام نتوما تهضروا اش ديرتوا قال له 30 عام نتوما كتسمعوا اش ديرتوا كنسمعوا هادشي هذا واحد قال لي اوديو هانتوما حتى جيتهم قلت له هانت سكتيهم غير الا فهمنا بان اول حاجه ان الاحتجاج حق مشروع هذه اول حاجه ان الاحتجاج حنا راه كنمارسوا دابا الحق القانوني والمشروع ديالنا هذه الاولى والسلمي بدون فوضى بدون حتى حاجه هذه وحده ثاني حاجه حنا كنخرجوا من عقده الخوف راه كاينه بحال اللي قلتوا الشعب الافريقي او الصيلاتي او المغربي بشكل عام راه باقي كيعاني مشكل ديال الخوف كيهمناش حنايا هذا حق قانوني دستوري ديالنا كنمارسوه بارك اعمل يدي في يدك وعنستمر وغادي يجي واحد الوقت اذا عقلتي كيما حتى جيتي بالطوبيس الطوبيس راه نهار بداو الاخوان او الجامع هادي نهار بداو زوالاش اقل من 12 كلهم ومن بعد استمرت كذلك باي حاجه نهار يثقوا فينا الناس او يثقوا ويحسوا باننا كنطلوا ماشي على شي حاجه غير لا من اجل الغلا ضد الغلا راه غادي يجيو هاد اللي بغيتي ان الشعب العربي مابقاش يقبل يسمع ومابقاش يقبل يبوس اليدين فاحنا الاصل اللي كنا عارفين في المدينه الاصيله في واحد الفتره شي خوفا شي كيتسنى شي طريف في الخبيزه شي كيتسنى شي كذا اللي كيقول ها هو جاي فرشوا له الزراب هذا هو الاصل هذا هو الواقع اللي رجع في هذا الزمن هذا نحن واخا نخرج واحده ولا جوج او ثلاثه المهم انني خارج مقتنع بفكره المهم انني مقتنع بانني كنراقب اللي كيسيء او اللي هو كيقول على راسه مسؤول المهم انني كنقول انني نقدر نعمل شي حاجه وفعلا نقدر نعمل شي حاجه اليوم نخرج بواحد بجوج دابا هذا العدد هو عدد اقل بالمقارنه مع المساكن المدينه الاصيله فعلا هو قليل عندنا واحد البيئه من الساكنة المدينه اللي هما كبار باقي كتحكموا واحد الفئه دابا يشوفوه واقف دابا عيطوا له اخو في العشيه وخرجوا شكون انت كتعمل تما فنحن مدينة أصيلة ثقافة هذه خصها ترجع عنده اللي حققنا المطلب الطوبيس وقبل منه أشياء أخرى فهي بداية ما خصهاش توقف تكون عندنا شجاعة وعندنا ثقافة أننا ندافعوا حتى على غيرنا ماشي ولا بد يكون عندي الضوء والنور الضوء غالي باش نجي لا نجي نغوت على حق ديال عمي حقك غوت عليه الساكنة مدينة الشمال كتناظر من أجل إسقاط هذا الفرعون هذا لأن يعني النهار اللي دخلت وهي كتلعب في المجلس الأعلى للحسابات في 2009 عمل مراقبة وفحص للأموال ديالها وعندها عدة خروقات ولكن اللوب الفرنسي فارض على المغرب ما كيقدر تحد يدخل المحكمة ما كيقدر تحد يقول لها علاش ستي علاش كتعمل هذه المسألة هذه علاش كتخلص جوج مرات في المسألة الفلانية فكاينه واحد الملف قد الفضيحه النقيطه الثانيه كذلك النفس فدائما في المعارك كاين شكون اللي يعيل اخو شكون يعيل 2002 هذا كانت معركه كبيره ديال الامر ولكن الزوال شعياو اذا النفس حنا جينا ديك النهار نهار الجمعه وجينا نهار الاثنين وجينا نهار الاربعاء وعنجيو نهار الجمعه باقي نعنجيو وعنجيو وعنتزادوا واليوم ديما نجيو مسيره ان شاء الله مسيره الجمعه المسيره ما فكرش